صباح الخير وصباح السعادة وصباح الابتسامة وصباح كل حاجة حلوة يا رب، ورزق وعافية وراحة بال على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. لقاء يومي بيتجدد معاك، وصباح النور. حلقة النهاردة الاثنين 24 مايو 2021. صباح الفل يا اسحاق. صباح الفل يا هبة، وصباح الفل على كل مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان في العالم. يا رب يوم جديد كله خير وبركة وصحة وسعادة، يبقى يوم كده مختلف. اللي مستني يسمع خبر حلو، اللي مستني يسمع نتيجة كورونا تبقى سلبية يسمعه النهاردة، مريض عنده يخرج من المستشفى خبر حلو يسمعه النهاردة. كل يوم في حياتنا هو رجاء جديد لحياتنا. حابب ابتدي، يلا المعايدة الحلوة بقى. أنا حابب ابتدي النهاردة. النهاردة العيد 41 لرسامة سيدنا نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب. 41 سنة لرسامة نيافة الأنبا موسى، 41 سنة لتأسيس أسقفية الشباب. الحقيقة هذا الرجل العظيم في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كلها، أول أسقف للشباب، هذا أسقف الشباب لشباب كل الكنيسة القبطية في كل مكان في العالم، في كل قارات العالم، في أي دولة تروحها موجود فيها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يقول لك أنبا موسى كان عندنا، أصله لما أنبا موسى جه وقابل الشباب، أصله لما قعد مع الخدام، أصله اتصور هنا، أصله إحنا قال كلمة هنا، أصله خدم المكان الفلاني، وتلاقي صوره في كل مكان في العالم. هو رجل مثمر، رجل الحقيقة بيحمل من صفات الإنسانية الكثير والكثير والكثير. أنا بشوف يكفي ابتسامته، يكفي أبوته، بقول له سيدنا ربنا يخليك لينا سنين عديدة ويخليك لي الكنيسة كلها دايما كده منارة مضيئة، وإحنا أبائنا الكبار دول فوق راسنا الحقيقة، وهم دول النور اللي موجود في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ربنا يخليك لينا سيدنا، وعقبال العيد 141. صاحب الابتسامة الجميلة، صاحب البشاشة، صاحب الوجه الملائكي، تبص في وشه كده تحس انك مطمن، تحس ان انت فرحان مهما كنت متضايق او عندك او مهموم، تقعد معاه تلاقيه قبلك كده بالضحكه الحلوه ويهزر معاك، ويعني الابوه اللي مش ممكن واحد يعبر عنها بالكلام ولا يوصفها. لو نفتكر كده مع بعض مهرجان الكرازه، الكنيسه اللي بقت يعني اقول مفعمه بالشباب وبالحيويه، المؤتمرات والندوات ورحلات في الكنيسه، الجو اللي حصل في الوقت 41 سنة هقول اللي فاتوا من وقت رسامة الأنبا موسى. أنا كمان بشارك اسحاق وبشارك كل الكنيسة، وبنقول لسيدنا ربنا يخليك لينا، ربنا يديك الصحة رب وطولة العمر، دايما بتمتعنا ودايما بتفرحنا ودايما بتخدمنا بأبوتك وحنيتك وبشاشتك وطيبة قلبك على كل ولادك. كل سنة ونيافتك بألف خير يا سيد. أكمل؟ تفضل. يعني أبدأ بستأذن، هو شو ما فات زعلت وقلت لي ما قلتليش ابتدي. انا كنت عايز اعيد على سيدنا، فكنت عايز ابتدي الاول. الكلمه الحلوه يعني احنا لسه بنتكلم على سيدنا الانبا موسى وبنعيد عليه، الابتسامه والطيبه والكلمه الحلوه اللي تمتص كده اي غضب واي زعل بين اي اتنين، المقابله والبشاش، الضحكه الحلوه. يعني لما تبقى بتقابل واحد وتتكلموا مع بعض او قاعده فيها اصحاب ولا فيها عيله ونضحك، الضحكة حتى دلوقتي بقينا نقول عليها ايه، خير. يعني عارف اللي هي خير اللي هم جعلوا خير. طب احنا ليه يعني ليه حاسين هنا قلقنا لما ضحكنا؟ ليه بنستغرب قوي من حد نلاقيه بقى لو سمحت ومن فضلك وميرسي وتعبتك معايا ومعلش اخلي عنك انا اعمل، حتى بين الاخوات بين الاصحاب بين الزوجين بقينا نحس انها حاجة غريبة، مع ان ده العادي، ده العادي اللي مفروض يكون، لكن لانه ما بقاش موجود وبقى قليل بقى عمله نادره بقينا بنستغربه وبقينا بنجري وراه. وللاسف، وخليني اقول لكم للاسف، بقى في قرارات كتير قوي في حياتنا بقينا نبنيها على اننا بنجري ورا اننا ندور على الحاجات الحلوه دي. لو حطينا علامه استفهام ليه الحاجات دي اختفت من حياتنا وبقينا نشوفها انها عمله نادره؟ هي مش اختفت، بس هي بقت قليله زي ما انت قلتي. انا بشوف ان الناس واخدة من طبيعة العصر فكرة السرعة، فكرة المشاعر تتغير بسرعة جدا والدنيا بتتغير بسرعة جدا، فقلما لقى إن الإنسان يلاقي حد كده فيه صفات حلوة يقول لك ده إنسان حلو، إنسان حلو لن يثبت العكس بالمناسبة. يعني
يعني ممكن انسان حلو بس يعني تتخدعي فيه او حاجات كتيره جدا بتحصل. بس حلو حولي. ووحش مش المفروض المقياس بتاعها هي الحاجات اللي المفروض انها ثوابت. يعني في ثوابت اللي هي الاصول اللي المفروض ربنا عليها، تمام، القيم الحلوه، الجدعنه، النخوه، الرجوله، الشهامه، الست الجدعه الاصيله، الابتسامه اللي المفروض تكون على وشوشنا كده واحنا بنقابل بعض. زي ما انت قبل كده كنت بتحكي لو انت نازل من سلم العماره الصبح بتاعتك وقابلت الحارس بتاع العماره ولا قابلت واحد بياع في طريقك الصبح وضحكت كده قلت له صباح الفل مش عليك، عايز أكتر من كده. مش عايز منك اقصد الحاجات دي بقينا نستغربها. يعني ممكن الراجل اللي انت صبحت عليه يبص لك كده اللي هي ايه هو الاستاذ حق ماله النهارده، يعني ماله لانه مش متعود حد يعامله كده، مع ان ده العادي. عاوز ايه مني؟ عاوز ايه مني؟ لو تليفونك رن بشخص حد مثلا بقاله فتره ما مش بيكلمك يا ترى عايز ايه؟ فانت بترد وانت متوقع انه هيطلب منك حاجه، يطلب منك خدمه، عنده خبر وحش. لان مكالمه الو انا بس بطمن عليك قليله، والحقيقه الواحد لما بيسمعها بيبقى مبسوط جدا. فكره الو وبعد ما يتكلم فانت مستنيه ايه؟ فين الطلب بقى؟ يقول انا كنت بطمن عليك. ايوه الكلمه دي بقيناش نسمعها كتير دلوقتي، بقى غاليه كده، بقت قليله. بقيت تسمعها يا دوب ان لقيتها من باباك، من مامتك، من اخواتك، حد قريب منك، يعني زي الاب والام كده، يعني اللي هم طول ما هم في حياتك فانت بخير، اللي هو بيرفع سماعه التليفون مش عايز منك اي حاجه غير طبعا. يا ابني انت كويس، انا بطمن عليك، محتاج حاجه، عاوز حاجه، اصل انا النهارده يعني مش عارف كده قلبي كلني عليك فحسيت انك فيك حاجه. انت كويس. الحاجات اللي المفروض انها الاساسيه والثوابت، لاننا يعني بقينا بنشوفها زي ما بنقول عمله نادره. يعني وخلينا نتكلم بقى بكل صراحه، ده ممكن في بنت تربط نفسها بانسان وتوافق عليه وعلى جوازها منه وتمضي على عمرها كله عشان كان بيعاملها كويس، عشان في فتره الخطوبه او قبل ما يتخطبوا شافت منه الحاجات اللي هي ما شافتهاش لا من المجتمع اللي حواليها ولا من البيت اللي هي عايشه فيه. دايما بيضحك في وشها، دايما يسال عليها، بيهتم بيها، رحتي فين، جيتي منين، طب انت كويسه، رجعتي بالسلام، الحاجات اللي المفروض ان دي الطبيعي اللي هي بتلاقيها في اللي حواليها. فتربط ويمكن بعد كده تحصل مشاكل على فكره، ممكن الشخص ده يتغير، بس فكره انك بتتكلم عن حد ان هو ديسنت كده وانه مش عارفه بيتعامل معاك ازاي، بقت تخلينا نقرر قرارات مصيريه في حياتنا مقابل ده. في حين ان لو الحاجات دي في حياتك هي دي العاديه، لما تيجي تفكر هتفكر بقى بعقل بعيدا عن الحاجات اللي انا محروم منها واللي انا مش لاقيها. مع ان انا بشوف ان يعني حق الناس علينا ان احنا نقدم لهم احترام، يعني حق الناس علينا ان احنا نقدم لهم احترام وذوق وابتسامه، يعني حتى لو هو طلب وانا مش هقدر اعمله، بس يبقى بمنتهى الادب وبمنتهى الشياكه انا مش هقدر اعمل كده، من يعني ربنا يخليك وانا مش عارف ايه وكان نفسي احقق لك طلب بس انا مش قادر مش عارف بتاع. لان الناس دايما اتعودت يقول لك ايه، يعني تدخل محل تلاقي مثلا اللي شغاله في المحل ده لانه معظمهم بيبقى بنات ما تعرفش هي ايه اللي جابها هنا تشتغل، اقعدي في البيت يعني ما تشتغلي، اشتغلي شغلانه ما تبانيش بيها قدام الناس، لان هي تسالها على حاجه تقول لك ما فيش، في حاجه اسمها ما فيش؟ يعني في حاجه اسمها كده؟ يعني في حاجه في الدنيا اسمها كده؟ ولا في حاجه معلش مش عندنا، شوف عند المحل اللي جنبنا، يعني بابتسامه صدقني مش عندنا اللي انت بتسأل او لما تدخل ده. تجرب حاجه او تقيس حاجه طالما ما اشتريتهاش تاخد معامله، يعني تروح واخده منك شده منك الحاجه وتروح تشك تشك تعبتنا وزهقتنا وما انت داخل عندنا ليه؟ ولما انت مش عايزه اللون ده بتقيسي ليه اصلا مش عارف ايه بتاع وبتذنبك، يعني عارفه يعني هي العضله هي العضله بتاعت المحل ده وماسكه العصايه. فانا كتير طبعا بستغرب، يعني بستغرب من بني ادمين مثلا بنشوفهم في حياتنا هو ليه موجود كده. في حد يقول لك ايه معلش اصله اكل عيش وهو اللي جابه هنا وبتاع مش عارف يتعامل مع الناس. لا انا مش دعوه باكل العيش، يعني ما تقوليش اكل عيش ده ممكن يبقى بدل ما يقف في المحل يقف في حته تاني يبعد عن لكن طالما انت اضطريت ان انت يبقى شغلانتك بتتعامل فيها مع بني ادمين يبقى بالاولى ان انا اتعامل بادميه. اتعامل بادميه دي ابسط قواعد الادميه، نبتسم في وش بعض، نبتسم في وش بعض، نتكلم حلو. بقيت بستغرب ايه موضوع الاصول اللي انت على فكره الابتسامه دي من الاصول طبعا. يعني لان انا شايف مثلا السوشيال ميديا يقول لك ايه ده فلان حضر عزا حماه، يا ساتر يا ده راجل شهم جدا جدا حضر عزا حماه. طب هو يعني طب ما ده الاصول او دي الاصول ده العادي يعني ده العادي ده العادي يعني زي انا شفت حد كاتب صور بتقول لك جوزي جه فرحي كتر الف خيره يعني. فيعني ليه بنستغرب العادي؟
يعني انا بقيت مستغرب ان احنا بنستغرب العاديات، العادي طبعا. العادي في حياتنا ده المفروض اللي المفروض لما يكون. واحده بتجوز بنتها فتقول لجوز بنتها انت بقيت ابني، انت طبعا. بقيت غلاوتك من غلاوتها. بالعكس ده ساعات تيجي على بنتها علشانه عشان البيت يفضل حلو، فتقول انت ازاي تكلميه كده، ازاي تعاملي معاه كده، لا انت اللي المفروض تعتذري. فهو بقى ابنها، والعكس البنت المفروض انها لما بتدخل على عيله تحس ان حماها او حماتها دول بابا وماما، فاللي هي انا هديهم كاني بخدم ابويا وامي. وفي نفس الوقت طبعا العكس يعني المفروض هم كمان يتعاملوا معاها انها بنتهم، يعني مش التفرقه ولا اللي جت عشان تاخد ابني مني اللي انا تعبت وربيت فيه ربيته العمر كله، تيجي واحده كده تاخده على الجهاز. طب ما هو طبيعي هيكبر وهيكون اسره، يتجوز، يبقى عنده يعني حياه مستقله، لكن خلوه يبقى قريب منكم بالكلمه الحلوه بالابتسامه، خلوه يبقى قريب منكم بمعاملتكم انتوا كمان الحلوه لمراته ولاولاده ولبيته. يعني اللي عايزين نقوله النهارده ان معاملتك الحلوه مع ولادك هتخلي بنتك او ابنك، بنتك او بنت او ابنك ما يخرجش يحكي اللي مضايقه بره، عشان بيلاقي بره الصدر الحنين، بيلاقي الابتسامه، بيلاقي التفاهم، بيلاقي اللي يسمعه، بيلاقي اللي يقوله ما تزعلش، اللي يشور عليه. ممكن تكون المشوره اللي اداها له دي غلط يعني تضيعه، بس لانها متقدمه بطريقه هو عاوزها وقابلها فرقت معاه. لكن احنا بنعمل ايه مع اولادنا؟ بنعمل العكس. وقيسوا على ده كل حاجه. فاحنا نفسنا نرجع الحاجات الحلوه اللي في حياتنا تبقى دي العادي، مش اللي نادرا ما نلاقيه فنمسك فيه ونجري وراه صح او غلط. تعالوا نقرا التعليقات الجميله بتاعتكم. طبعا صباح الفل على كل حد بيصبح علينا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت. هنحاول نقرا التعليقات اللي ليها علاقه بالموضوع عشان نستفيد من بعض. سامية مسعود ولا سامية مسعد بتقول علشان بقينا في زمن صعب جدا، مفيش أصول ولا مبادئ وقيم ولا تقاليد، الشباب طالع ناس الأصول اللي تربينا عليها. مريم تي دبليو بتقول الاحترام بيزود المحبة. هو طالع ناس الأصول ولا احنا اللي قصرنا في حق اولادنا وما علمناهمش الاصول؟ ما هو ناسيها يعني. دي معناها انه يعرفها ونسيها، لكن ما شافهاش. يعني واحد طلع لقى في البيت زعيق، صوت عالي، اخرج اخبط الباب ورايا، اصحى مفيش كلمه صباح الخير، فهو ناسيها منين؟ هو اصلا ما شافش المعامله دي. فهيطلع يعني كده. يعني هل مثلا وانت بتقفل يعني ابنك وهو بيقفل باب الشقه تقول له لو جارنا اللي قصادنا واقف في الطرقه فتقول له بعد اذنك قبل ما تقفل الباب عشان ما تقفلش الباب وهو في وشه؟ هل ابنك هو في سن اعدادي كده خدته مره ورحت عازه قلت له ده واجب ولازم نعمله، خدته ورحت مكان فلاني زرت مريض واديته ظرف ولا اديته هديه ولا اديته حاجه قلت له ده واجب ولازم نعمله؟ هل احنا ربنا اولادنا على كده ولا احنا ما ربيناهمش على كده وفي الاخر احنا اللي بنرجع نلوم عليهم؟ انا بشوفهم ان هم ضحيه الحقيقه. طبعا اكيد. يعني كل حاجه، بس بلاش نقول كلام نرمي بيه على الظروف او على المجتمع. صحيح. المجتمع اتغير بس كل واحد فينا. صحيح. كمان مسؤول. سمير دميان، في هذه الحياه من تحترم ويحترمك وغير ذلك نتعدى حدود غير اللائق. وده مبدا من المبادئ اللي احنا بنعلمها لاولادنا على فكره، اللي يضربك اضربه، اللي يشتمك اشتمه، لو جه جنبك اعمل وسوي فيه. فطبيعي بيطلعوا الولاد مختلفين. ده مش معناه ان احنا نبقى ضعفه يعني او نتضرب ونسكت، لكن التعامل اللائق. هي ظروف الحياه وبتعدي يوم كده وكده وربنا يصلح الحال. امين يا رب. جورج فايز، كل سنه قدسك طيب يا سيدنا الانبا موسى صاحب احلى ضحك. مين تاني معاك؟ استاذه امير فاتمار بتقول لا مش ناسي الاصول، هو ما اتعودش عليها وما ترباش على الاصول. هو ده اللي بنقوله، ده انا مع حضرتك جدا. استاذ عماد بنوب بيقول صدقوني الموضوع ضغوط نفسيه واجتماعيه واقتصاديه هي اكثر عامل مؤثر في علاقتنا. طبعا هي الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه كل دي حاجات مؤثره، بس كل يا ريت كل ده ما يمنعناش ان احنا نعامل بعض باحترام وابتسامه وبذوق وباصول، عشان دي حاجه كويسه جدا. يعني هاله ناجح بتقول عشان الدنيا اتغيرت بقت صعبه، كل البيوت اتغيرت والناس اتغيرت، ربنا يرحم الشباب. ما بنعرف الكلام ده. هبه عطا بتقول في ناس بتديك طاقه اليوم كله وفي ناس كفيله انها تقفل الاسبوع كله. طيب مجدة حنة بتقول لو بناتي حابين الخروج كتير وبعدين اطلب منهم تعالوا نحضر قداس يقولوا لي لا اعمل ايه معاهم حابين الخروج اكتر؟ هنرجع نقول اكتر من نقطه وسريعا عشان الوقت. اللي بنعود ولادنا عليه من وهم صغيرين
لما بنرميهم في حضن الكنيسة ونزرعهم هما بيكبروا كده. المكان الأكتر والمحبب ليهم واللي بيستنوا الميعاد عشان يروحوا هي الكنيسة، ده مفروض أننا نعمله من هما صغيرين. من هما صغيرين دي معناه هما لسه في اللفة حتى، يعني الودن بتسمع والقلب بيحس والمناخير بتشم ريحة البخور فبيرتبطوا بيها. طيب بعد كده حضرتك يعني ما تحرمهمش من الخروج وانت معاهم، فما تخليهمش دايما حاسين ان في حاجه ناقصاهم عاوزين ينطلقوا ويعملوا كل اللي هم محرومين من. اخرجي معاهم، فاستحيهم، اقعدي معاهم في مكان، شاركيهم اهتماماتهم، وبالتالي لما انت تقولي لهم تعالوا معايا هتلاقيهم هم رايحين واحده واحده. لكن في سن معين لما بيحسوا موضوع الكنيسه والقداس تعليمات وواجب والزام بيهربوا منه. ممكن اقول حاجه كمان طبعاً. هي ممكن ساعات برضو بيبقى يعني هما مثلا ما دام بيخرجوا كتير ممكن يكونوا بيناموا متاخر شويه، فممكن قداسات بدري قوي اللي هي ممكن 6 الصبح او 7 ممكن نشوف قداس متاخر شويه. في بعض الكنائس بتعمل قداس متاخر مخصوص يعني، فنحاول ندور على كده يعني. بس لازم طبعا العلاقه الروحيه لازم، لان من غير قداس لا هيبقى في جزء كبير ناقص جدا في حياتهم يعني. بالظبط. مش عارفه انت قريت تعليق مدام ميرفت بتقول انا كنت في اول جوازي كنت قاعده في عزبه لكن ولادي اتربوا كويس ونشكر ربنا. ملهاش دعوه بالمكان صدقيني خالص، ملهاش دعوه بالمكان. واحد عايش في ريف، في قريه، في الصعيد، في بحري، في اي حته، مهما كانت الضغوط، البيت، الاربع حيطان اللي احنا جواهم، الخمسه سته كده سبعه اللي احنا منهم، ولا الاثنين ثلاثه اللي عايشين في وسطهم، هم دول الاساس والبذره. مش مهم احنا عايشين فين، بالعكس بيطلعوا هم النور اللي بينور لبره الحيطان دي صدقوني يعني. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ده احنا لما بنبقى ساكنين مثلا في قريه او في منطقه شعبيه او حاجه بيبقى نطاق التعامل مع الناس كتير. يمكن لو ساكنين في منطقه راقيه ولا حاجه ممكن يبقوا في عماره واحده وما يعرفوش بعض، فكل مكان التعاملات كتير، ففرصه اكتر ان احنا نعلم وندرب اولادنا اعتقد تبقى حاجه كويسه يعني. في جمانه بتقول انها مصدومه من اقرب الناس اللي يبقى مزعلك ويعملوا ان هم اللي زعلانين، لان كل واحد بيشوف نفسه صح، بيحسب الامور من وجهه نظره. واحنا قبل كده اتكلمنا من ان ازاي انت تحاول تشوف الموضوع من زاويه اللي قدامك او من وجهه نظره هو، فهتلمس له العذر. والكلمه الحلوه صدقوني يعني كلمه لو حتى لو انت شايف نفسك ان انت على حق، بس عشان مش عايز تخسر اللي قدامك فما تزعلش، حقك عليا، خلاص احنا ما ينفعش نخسر بعض عشان موقف زي ده. الكلمه الحلوه حتى لو انت موقفك صح هو اللي غلط هتعدي في البحر طريق وهيشيلها لك. المره اللي جايه تلاقيه مش عارف يرد لك اللي انت بتعمله ازاي. انا بس هكتفي بالتعليق اللي جاي ده لانه عجبني الحقيقه. استاذ سمير ناشد بيقول كنت في باريس وعند تعلمي للغه الفرنسيه كان اول درس ان صاحب العمل فصل موظفه الاستقبال لان ابتسامتها لم تكن كافيه للعملاء. مش ما بتبتسمش ابتسامه غير كافيه. ده اللي انا بقوله، صفرة ده مثلا ما عجبتهوش. يعني كون ان انت تبقى في موقع ان انت تتعامل فيه مع بني ادمين، فمن الاصول ان انت تتعامل معاهم كبني ادمين وانت تبقى بني. الناس ما لهاش دعوه بظروفك يعني. انا النهارده لو جاي مثلا عندي في البيت مشكله او انا شخصيا تعبان او 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 اطلع مكشر كده في البرنامج ما جيش يعني، اعتذر وما جيش. لكن ما يعني طالما انت في نطاق انت تتعامل مع بني ادمين يبقى اقل واجب الابتسامه. اكيد. طيب عشان برضو وقتنا، احنا لو فضلنا نقرا التعليقات بتاعتكم بنبقى مستمتعين جدا جدا واحنا معاكم، لكن نشوف طلبات التبرع اللي جات لنا النهارده. مطلوب متبرع بكلى فصيله الدم بموجب او او السن من 21 ل 40 سنه، يكون خالي من امراض الضغط والسكر والفيروسات. ارقام التليفون 012-703-5-0822 او 012-835-4-5338. مطلوب متبرع بكلى فصيلة الدم A أو B أو O، سن يكون المتبرع خالي من الأمراض. رقم التليفون 010-98-358-072. مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم O موجب، السن من 25 ل 40 سنة، يكون خالي من الأمراض. أرقام التليفون 012-238-1680 أو 010-330-6786. مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم O موجب أو A موجب، السن من 25 ل 40 سنة، ويكون خالي من الأمراض. رقم التليفون 012-059-44445. ويا رب بالشفاء للجميع. يا رب بالشفاء للجميع. لسه معاكم إن شاء الله تكون حلقة النهاردة حلقة مميزة جدا. نخرج لفاصل ونرجع مع أهم الأخبار، خليكم معانا.